دليلك ما أعرفه من ده فرال السيد اللي ونقاش علمي وحجة لو دل السكر أبو الحسن وقر عمر إلى البر وقرص أنا وبورا بورني كيس فوق عظمة حمد دالي مكت تنا أبو الحسن وقصنا غلي من 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 الأردن سووا كان عصنا شيخ البان نسوا ويدي الله بقول السؤال 200 أسئلة ويدي بقول يمكن بدل الحديث به إلى البيت إلى الطارقطني إلى الترمذي إشكالات كما تدردد الحلو كوري نكيب الله فرس الشعب الحسن حكوري شيخ الباني ما نتري أريكا أقرى شيخ وأوبي هاي شيخ واطلبته زيادة فرق جريسي حديثة فرق جريسي شيخ وحلو حيقا قاطي يعني إن كنت بل وعمري يجي وقت يجي إن بضلو كمدو يقطع يعني ووحكا لهم بدأنا نقول فايلين لها لقد الشيخ يكوها بارده وارده شيخ اسكنا بالجلي بكوري مالك المعروف ممكن نغذي بين المعهد يا أرضي ذا دحضة ولا معناها مارة الدول اللي هي بتشري ضد مستفيدين على العلم يا تشوقو مركز كان آخر اليوم مارك شابو بل رحمه الله أي سوق قاعد نستحن شيخنا الشيخ الباني وكدم من شف لأنه كان شيخه رحمه الله مركز شيخ ودنا ما نكعي طم أرضي ذا حيو بالتالي عصر مركز شيخ محاو ما الفرق بين المتفق والمفترق المتفق والمفترق ولا بين نوعه كمدا حديث لو بين نوعه كمدا أنواع مصطلح حديث صمع تدري حوضة هروس وساروي وقرني لا شك لأنه أرضي ذا يربى قرف حلو لي ذاته تيسر مصطلح تطير بالله متموت لا شك أنه كان يعرف لكن قلنا حدش مش هيخدنا هيبي لي وعرض شمول كان مهاب رحمه الله هو اللي يبغى يجري شيخ لأن نور شبكوا عليه قد يفترقا وقد يتفق بس يجلس قد يتفق قد يفترقا الله نوع عدد ذلك الشيخ البارع بشيء الشيخ البارع وش هو القارسي ورنيكا كوهيسنا لا يستطيع أن يفرق بين المتفق وبين المفترق وخلق قرمي تكرت أن أنت بود بيسي شمبرتها كبورتي كوريا كهذا في شنب إسكان هذا القف إسكان متروك هذا المدير ويجتوى وحلس عرب علماء خطير جدا تتكلم أهل الحديث يا مارت عمري قد دي تجري حلس ويا مركني كده مصيبة وعدي حول جمادي جنشرين سو ما لها وريجيم مرق راح القديس معمور به ولقى الله أمد ووين دي تلاسما لاسكما ضبقة حلس ويا جدا مركا مسألة ما ربطي افتراء ان اشارة الاسبوع يتحريق الشيخ الباني اد موضوعتك رحمه الله زيادة لو سحيت رزيادة الثقة ومقبولة بالشيخ ورنجل احسن من رد على الشيخ وحكبه روحه وفي عن الانجل احمد بن سعيد ابو رجال وارضي الشيخ مقبلها وشيخ مولاها روح اماني بأدب وبعلم ايو شيخ كقال زيادة سوى الشيخ قال احترام رسالة مكبر الى الاشارة وحنا البشارة في حكم الإشارة البشارة في حكم الإشارة مركز هذا بدنا رسالة مفيد جدا ورسالة ومع ذلك شيخ الباني رحمه الله هو اللي يقول كلمة جمل في الحديث يا جمل في الحديث شيخ ما نوح الودي شيخ الباني تطق ويكب قرآن أو حديث الصحيح هي ضعيفة ما ضعيفة ما ضبط قلانة محا شيخ الباني ما هو أحد من العلماء هنا هنا سلاش الأكرة دونك شيخ حرنا الله قبرك حتى مطابع المكتبة لها كتبت اللي يقولوا دي طابعة ما قعدوا لكم قرآن برشاق يخافون حتى أنا أخاف منه حتى أنا أخاف منه كتاب قال أحاديث المعلى ظاهرها الصحة ورسالة الشيخ المقبل القرآن ومفيدة جدا أحاديث المعلى ظاهرها الصحة لنا أحاديث علا يصن لكن ظاهر كانوا صغير يعني بدل كون الشيخ البنوكو صحيوي مع ذلك مرقر الشيخ مصادر قديم أقول حديث مقالي خلاص لا يقول الألباني صحيح هو أخطأ وكذا لا حتى هو يقام يا مركزه دوره كيف يا شيخ يا مع ذلك أسلوبك الشيخ الألباني رحمه الله ما أنت أدمن وقبهن طلبة العلم جدا ردود الشيخ الألباني ما تشرطه رسالة قارة وقف وكألف الشيخ الألباني ويرتها بحتى قرية فرد المفهم كي ويري لكن الشيخ الألباني بيوز من جد رحمه الله وأحكد أن تنصر من جد شيخ العلاني سوى حكم العلاني قفك ودوني رديهم مقدمات كتاب كيسا كتب كيسا مقدمات كيسا متكملين بكو غرش الشيخ أو
في وسط كتاب كتاب علمي وانا بكم نارمين بوسط كيسه وحكبر في رد على احد حديمك على الرد على فلان انما خصوصا فلان هم قاسكش عيني مودي قال بلا نكدة لكن مركة قرطوك صفة صلاة النبي مقدمة ظهر نقف يا كفرك هم عربي مقدمة مقدمة كتابة لك بشاري كريم يا هذا مما أفادنا الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان حمد الله شيخ مشهور ايه كفا يدي سفايد اس جدا قول اكرنا الشيخ رحمه الله الشيخ علي حسن ومدهره سمى كده وتلوى وضع احتقاف سنة في الحرم شيخ مشهور حفظ الله مركز سوحوري يعني ادب كيف شيخ كورني يا شيخ اسكت يا انت اللي ذكر ديته حوري وحيا غريب كو حكم ان نبا شيخ دبا قال او كتب كقري او ردي جري ما كان سامك شيخني شيخ فلان ما دنا وحاسود ما دنا وحاسود ما دنا وحاسود وحق له حوري نغبي ساد شيخيني بل رديه ما ساسن وحي وون دم مارت ساسن لو بقى مارتي وقمر دعيونك شيخ شيخ عبيد شيخ شعبي مركي ابو مهناد يوتيو دم شيخ الله شو شايف في فجان والله المستعان فرق راحت يا ما بدك انت يا بك شيء سمعت كذا سمعت برك لا تبالي اطلب العلم وامشي على الطريق يا ولا تبالي هذا لك الرائع تمام يا والله قاعد ابص قرا يا علم المدرب كرش اطلب العلم خلص اشتغل بالعلم لا تشتغل بالردود ولا بفلان ولا بعلان اشتغل بالعلم هكذا كان دأب العلماء رحمة الله تعالى عليه قال وضع كفه اليمنى على يدي وأشار بأصبع يعني صدار وهذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد أصحاب قالوا يقعد في التشهد الآخر التحيات قدموه كفر صدنا على وريك من سكتيس واحتج واحد الشيء بحديث أبي حميد وقالوا يقعد في التشهد الأول التحيات قدموه كفر صدنا على رجل يصل وتيس بدح وينصب اليمنى تملكنا والتانية بعض العبابية في الإشارة فرت إلى المركة على إشارة فرت لقدت وحيد سدو في التشهد أطعيات حدثنا محمود بن غيلان واحد من موسى قال حتى غير واحد قال واحد وغير واحد من وحكى بعض النووري حديثنا ويحيى بن موسى محمود بن لصعراء من وحكى بعضنا قالوا بما واحد هذا حدثنا عبد الرزاق بن همام بن السنعاني عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عبد الرزاق بن همام بن السنعاني